ما لحقتلوش اكزاكت، بصح شفيني فيه والله ما لحقتلو. دوك يبدا تعرفيها دوك يب. دراغون بول زاد، هذه دراغون بول زاد. كشف عليها تخي تخي بيان. هذه مرات بزاف لي ميكي الشابين اللي كانوا في وقت بكري، يعني كانوا لي ميكي بصح اومام تو دروس انسان يتعلم منهم. راهم شغل عيب هذوك حاليا رانا نسيرو بهم، تقول زمان بكري كنا نشوف. هذا رسوم متحركه. قرد دراغون بول. دراغون بول اك شافي عليه؟ انا شافي عليه وزدت بالك الاسبوع اللي فات، سما بالك كنت في المغرب وداروا شغل تيفو فريق المغرب الوداد على قال دراغون بول. سما قعدت براسي براسي على بها. هيا تخيل يعطيك الصحه خويا. ندوزو الفقره الثالثه من البرنامج ونسحقك انت. ايه واسمك؟ خليل. خليل داكو. شوف نعطيك مقطع موسيقي ونشوف الا تعرف اسم الرسوم هذا، نورمالمون تكون تعرفه. جوجو دراغون بول. دراغون بول. دراغون بول. مازالك تشوفه؟ انا وهي هكذا. تحبوه ولا ما تحبوش؟ تحبوه. ومازالو يلعب هناك تشوفه. سبيستون. سبيستون. ودوكا نروحوا الفقرة الثالثة، هي ترفيهية. نعطي لكم موسيقى، مقطع موسيقي. سي تعرفوا. نشوفوا الجيل الذهبي، ولا أنت من الجيل الذهبي ولا لا؟ لا. غدا زينة ونحول هذا ما كان. دراغون بول شغل زعما. دراغون بول زعما معروف. كيما واحد اوتاكو تما نعرف هادو لي زانيم كاع تما. جيل سبيستون كاع كنا معاه، ونشكر جيل المستقبل سبيستون. جيلك راه ضاع. السلام عليكم طارف الحمام. جيل المستقبل اللي كنتي تاكل عليه راه ما كاش وسيبو. السلام عليكم.